صباح الخير على كل مشاهدينا، يوم جديد ونهار جديد من مشهد جميل كده. بحب الاستوديو بتاعنا قوي، بيطل على مشهد جميل للقاهرة كده، بالبرج بالهرم بالنيل بكل حاجة يعني. صباح الفل عليك وصباح الخير على بلدنا ان شاء الله. عندنا النهارده فقرات متنوعه، اكيد السبت 5 مارس 2016 معانا فقرات متنوعه زي كل يوم، فيها استعراض للاخبار، فيها فقرات اجتماعيه، فقرات فنيه وفقرات متنوعه. وصباح الفل يا استاذ اشرف. صباح الخير يا ريهام. صباح يا استاذ اشرف، يعني بدانا ندخل رسمي. صباح الخير عليكم. مؤدبه. ميرسي. السبت زي ما قالت ريهام 5 مارس 2016، ان شاء الله يوم سعيد علينا وعليكم ولكل مشاهدي قناه انا لايف في كل مكان، شبكه اني كان. هنكون موجودين معاكم على مدار ساعتين وفقرات زي ما قالت ريهام متنوعه، وبالتاكيد بنبداها كالمعتاد بفقره الصحافه والكاتبه المتميزه استاذ سلمى انور، الكاتبه والباحثه في علم الاجتماع السياسي ومناقشه المقالات الصادره صباح اليوم. عندنا كمان فقرة أكيد في ظروف السياحة اللي موجودة دلوقتي، الوضع السياحي يعني مؤلم جدا لما تكون مصر اللي هي يعني تلت آثار العالم أو يمكن أكتر كمان، والجمال ده والطبيعة والجو الرائع ده وما فيش سياحة، الواحد قلبه الحقيقة بيوجعه جدا. الموضوع مش لازم يعتمد بس على الدولة، كمان في مبادرات من المجتمع المدني ومن المواطنين عشان دعم السياحة، منهم المبادرة اللي احنا هنقدمها لكم النهاردة في نهارك سعيد، وهي مبادرة ادعم سياحة بلدك. المبادرة دي هيكون ضيوفها النهاردة اللواء مجدي سعد الدين والأستاذ زياد صابر سلامة. اللواء مجدي المتحدث الرسمي لمبادرة ادعم سياحة بلدك. منظمة أصحاب والأستاذ حسين زناتي مؤسس المنظمة، وهذه المنظمة اليابانية اللي متخصصة في مبادرات ودورات تدريبية لزيادة نسبة التعليم والتركيز عليها للأطفال، وأيضا كمان زي ما كنت بكلم ضيفي قبل الهوى بتقوم بعملية تدريب وتعليم وزيادة قدرات المعلمين، ودي مشكلة مهمة جدا. شيء كويس ان الولاد بيتعلموا، لكن كمان لما يكون المعلم متأسس ومتدرب ومؤهل، هو ده اللي احنا بندور عليه الحقيقه، عشان زي ما كنا بنقول يبدا الهرم من تحت، الطوبه الاولانيه تكون سليمه. اكيد، ودايما اليابان بتهتم بالمشروعات التعليميه والثقافيه جداً. يعني جداً. يعني ممكن كتير من الناس برضه يكونوا عارفين ان اليابان هي اللي بنت الاوبرا المصريه، او هم اللي دعموا الحقيقه ادوا منحه لبناء دار الاوبرا المصريه، فدايما هم بيبقوا معنيين بدعم التعليم والثقافه، وده شيء محترم. واكيد في اتفاقات كتيره حصلت الفتره اللي فاتت مع زياره رئيس الجمهوريه. طيب عندنا كمان فقره بقى لطيفه جدا، موقع اسمه ملبس خان. الموقع ده بيقدم كده نصايح وتيبس للستات في مجالات متنوعه وحاجات خاصه بالموضه، لطيفه قوي. وهم خلال حفله الاوسكار عملوا زي استعراض كده للأسوأ والأفضل في فساتين وأزياء وتصاميم الأوسكار. دايما بيبقى الريد كاربت محط أنظار الجميع، وكمان بيبقى هدف من أهداف الديزاينرز اللي هم يبتدوا يعرضوا الفساتين بتاعتهم أو الديزاينز بتاعتهم على الريد كاربت، كمان يعني بيعرض لهم يعني أهم النجوم كمان مش أي مودلز يعني. فهنتكلم النهاردة على طلات الأوسكارز في 2016 مع ياسمين بري وهناء عوض من موقع ملبس خان. بس بعد فاصل على طول خلينا نروح نشوف منشطات وعناوين صحف اليوم مع الصحفية الأستاذة سلمى أنور.